الميلاتونين والنوم علاقة طردية بينهم؟ نعم. دكتور، كل ما زاد إفرازي تزيد الرغبة في النوم والاستجابة. نعم، هرمون الميلاتونين هو هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية، وهو الهرمون الذي ينظم عملية النوم. لذلك نعم، نحن ننصح الأشخاص بعدم استعمال الأجهزة الخلوية أو الإلكترونية في الذهاب للنوم. هذه أهم النصائح تصدرها. نعم، للمساعدة على النوم. نعم، لأن الأجهزة الإلكترونية استعمالها في قبل النوم، الضوء الأزرق الذي يخرج منها يؤثر على إفرازات الغدة الصنوبرية، فيؤدي إلى حدوث حالة من اضطراب النوم. وحتى دكتور، تم ربط اللون الأزرق لشاشات الهواتف المحمولة بتسبب بنمو خلايا سرطانية تحديدا عند النساء، سرطان الثدي. إذا له مضار عدة دكتور. إذا ما هي النصائح التي توجهوها للحصول على نوم هني بجودة مثالية؟ نعم، النوم الصحيح والسليم هو ما نسميه جودة النوم، أو ما نسميه النوم النظيف. نعم. فالنوم النظيف هو الذهاب للنوم عند الشعور بالنعاس، فيجب عدم مقاومة النعاس أولا. عظيم. ثانيا يجب عدم تناول الوجبات الدسمة قبل النوم. نعم. وعدم شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، عدم تناول المنبهات قبل النوم، أن تكون الغرفة فقط مهيئة للنوم، تكون الغرفة هادية، أضواء خافتة، عدم استحاب الأجهزة الإلكترونية إلى غرفة النوم، وأن نحافظ على درجة حرارة غرفة مقبولة، ويجب النوم في ساعة معينة والاستيقاظ في ساعة معينة لضبط الساعة البيولوجية. دكتور، بالنسبة لاستخدام مثلا وسادة معينة للنوم وغطاء معين ومحدد للنوم، يقول لك أنا ما بعرف أنام إلا على هذه الوسادة، أو ما بعرف أنام إلا على هذه الرائحة من الزيوت العطرية، هل هذا فعلا سبيل ناجح للحصول على نوم مثالي؟ يجب تهيئة جميع الظروف التي من شأنها المساعدة على ديمومة والمحافظة على نوم صحيح وسليم، فلا يوجد ضير من استعمال مثل هذه الوسائل إذا كانت تساعدنا وتلائمنا، لأنها لا تؤثر على النوم. طيب دكتور، بعض المواقع السكنية الواحد يسكن في موقع مثلا يكون مطل على الشارع، الغرفة يجيها أصوات مزعجة، ضوضاء من الخارج، كيف ممكن نتغلب على هذه المشكلة خصوصا في أيام الصيف الحارة؟ إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون النوم أو حساسين للصوت بشكل كبير، ممكن استعمال عوازل الصوت لعزل الجدار المطل على الشارع، حتى لأن النوم بحاجة إلى نوع من الهدوء حتى يستطيع هذا الشخص الاستغراق في النوم، لأن للنوم مراحل، 4 مراحل، فإذا لم يدخل الشخص في المراحل جميعها لا يكون النوم كافيا لمحافظة على ديمومة العمليات الأيض والبناء والعمليات الحيوية والمحافظة على جهاز المناعة، فهذا مهم جدا للصحة الجسدية. فالنوم الصحيح يساعد على المحافظة على صحة جيدة. النقاشات الحادة دكتور، الجدالات قبل النوم، وأيضا مشاهدة الأفلام الرعب وغيرها من محفزات الذهن تؤدي أيضا إلى اضطراب في النوم.